الكلام اللي ماما قالته لي ده صح يا يوسف؟ اه صح. يعني احنا مجرد صحاب؟ انا يا يوسف مجرد واحدة في الجروب بتاعك؟ اكيد لا. امال قلت لها كده ليه؟ عشان اطمنها. وانا بص يا منى، وانت بعيدة عني هتبقي في امان. الاحسن تبعدي. احسن ليا ولا ليك؟ لا احسن ليكي. بص انا اقول لك كلمتين ممكن تفتكريني يعني ببوظ الموضوع، او بمعنى اصح بطفشك. انا ما انفعكيش يا منى، انت مش هتستريحي معايا خالص ولا هتبقي مبسوطه. انت محتاجه حد شبهك، بيفكر زيك، بعدي عنك احسن ليكي صدقيني. بعدك عني يا يوسف كان هيبقى احسن ليا قبل ما حياتك تدمر حياتي. انت دمرتني يا يوسف، بس قريب قوي حياتك هتبقى متدمره صدقني.